السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. الزلفله وانا ايستما، ان شاء الله فيديو تاعي تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. حبيباتي اللي دخلت معنا جديده، نقول لك مرحبا بك حبيبتي، واللي مازال ما اشتركتش في القناه تضغط على زر الاشتراك هكذا باش يوصل كل جديد الوصفات ان شاء الله. اليوم البنات كما شفتوا في اول الفيديو، عيد ميلاد وليدي صغير، درت بعض التحضيرات رايحه تستفادوا منهم وتاخذوا افكار ان شاء الله تعجبكم. يعجبكم الفيديو تاع اليوم، هذا العيد الميلاد وليدي صغير ادريس، ربي يخليه لي ويطول في عمره ان شاء الله. ونخدم الفرصه ونعيد ثاني على عيد ميلاد شيماء، بنت وحده متتابعه وفيه عندي في القناه، صديقه واخت ومشتركه وفيه عندي، كامل نتوما اخواتي وحبيباتي. نعيد عليها شيماء، نقول لك عيد ميلاد سعيد، ان شاء الله تكبري في طاعه والديك ان شاء الله، وربي يخليك للوالديك حبيبتي. والعقوبة العام الجاي ان شاء الله، راهي وصلت 12 سنة الله يبارك. بالنسبة لوليدي حضرت له كما قلت لكم يعني طاولة عيد ميلاد ان شاء الله تعجبكم البنات. حضرت لاشونتيي طلعتها بالحليب، وحضرت ثاني لي جينواز كما راكم تشوفوا هنا. هادو لي جينواز حولتهم للتورتات بزاف هايلين، اللي هما هادو يعني وحده حولتها الى سياره صغيره كما راكم تشوفوا، والاخرى درتها يعني على الشكل ثلاثه، يعني كي وصل وليدي 3 سنوات درت له هاد التورته. بقاو معنا، رايحه نديروا مع بعض تورته السياره. اليوم رايحه ندير لكم تورته السياره، عفوا كيفاش حولتها. درت لاجينواز بالشوكولا، هاد لاجينواز بالشوكولا راح نحولها كما قلت لكم الى السياره، يعني باسهل طريقه. ديروا لاجينواز دائريه كما راكم تشوفوا. لاشونتي طلعتو بالحليب البارد ولا بالماء البارد عادي، وعطرتو بلافاني. هنا قسمت لاجينواز ديالي على زوج كما راكم تشوفوا، ورايحه ندير في الوسط يعني طبقه تاع لاشونتيي، وندردر عليهم شويه شوكولا، يعني لي بيبيتو شوكولا، يعني الحاجه اللي تحبوها لداخل. تقدروا ديروا الفواكه كما تقدروا ديروا الحلوه لداخل، يعني كل واحد ومقدوره. انا عندي لي بيبيتو شوكولا ودرت لداخل كما راكم تشوفوا. بالنسبه كيفاش نشكلوا يعني السياره تاعنا، هنا نحكموا هذا الجزء نحيوه ونحيو ثاني الجزء الثاني، يعني الدائره ديالي راح نحولها الى مستطيل في الاول. شوفوا بهذه الطريقه، يعني كي تشوفوا رايحه يكون واضح عليكم هكذا. الدائره حولتها الى مستطيل بهذه الطريقه. من بعد الاجزاء اللي نحيت رايحه نوقفهم هكذا بهذه الطريقه فوق المستطيل، بهذه الطريقه هكذا نوقفوها هكذا، يعني حاجه سهله مهله ما فيهاش بزاف الصعوبات. من بعد رايحه نخلو واحد زوج اصبع هكذا من اللور، يعني نخلوه فارغ. من بعد رايحه نحي شويه يعني الاجزاء اللي نحيتهم للدائره، رايحه نحي شويه منها وشويه منها، ونحي الزوايا تاني شويه هكذا شويه هكذا باش نشكل يعني لا فورم تاع السياره. انا وليدي بزاف يحب السيارات، على هذه خممت ودرت له هذا العيد ميلاد كلش فيه السياره، يعني يحب بزاف الالعاب بالسياره هكذا. نحيت كامل 4 زوايا بهذه الطريقه، يعني غير شويه برك باش نشكل يعني الشكل تاع السياره هكذا البنات. من بعد رايحه نغطيهم كامل بلاشونتيي من الفوق،
بهذه الطريقة، يعني نغطيها كامل حتى ما تبانش، يعني نكوش خفيفة برك ماشي بزاف. من بعد ريحة نعاود ندير لها يعني لا شانتيي بلا بوشادوي، يعني غير نديرو يعني طبقة خفيفة نغطيو كامل لا جينواز تاعي بهذه الطريقة. من بعد هنا البنات عندي دوائر بلا باتا سوكر، شكلت دوائر نورمالمون رايحة نشكلها بدوائر يعني بعجينة السكر السوداء، بصح ما عنديش ودرت عجينة البنية. مي معليش اللي عندها عجينة سوداء تدير عجينة سوداء، ونديرو الرواضي هادو كيما راكم تشوفوا. من بعد درت لهم يعني نجمة يعني في الوسط هكذا باش يكون مفتوحة هذيك الروضة، ونحطوها يعني في السيارة تاعنا أربعة كما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقة. يعني حاجة بسيطة بحوايج بسيطة تقدروا تديروا يعني هذا الشكل، ماشي شرط يعني تشروا المول ولا هذه هي. من بعد ما خلصت كامل المونتاج في الروادي تاعي، هنا راني نشكل يعني في لاشونتي. خديت لاشونتي بيضاء ولونتها باللون الاخضر كما راكم تشوفوا. انتم الالوان اللي تحبوا يعني تقدروا ديروا الازرق والاحمر كما تقدروا، كل واحد والذوق ديالو. انا درتها هاد السيارة بالاخضر والاصفر. هنا شكلت البيبان كما راكم تشوفوا بهذا اللون الاخضر، ندير يعني نفس الشيء الكوتي واحد اخر، يعني حاجة بسيطة وسهلة تقدروا تديروها بكل سهولة وتفرحوا بها اولادكم، وعلاش لا. هكذا نشكلوا يعني شكلت البيبان، وشكلت تاني ليفار تاع الطوموبيل هكذا بهذه الطريقة. هكذا ونشكلو تاني الباربريز اللي يكون في السيارة، يعني من القدام ومن اللور. مام لي فار تاني نديروهم بالأخضر تاني من القدام من اللور، حتى نخلصو يعني التشكيل يعني في بلاشونتي الخضراء. من بعد رايحة نولي لاشونتي الصفراء بهذه الطريقة، يعني كملت كامل بالخضراء هكذا. من بعد كملت البنات يعني لاشونتي ديالي البيضاء، عاودت لونتها باللون الاصفر، وراني نعمر كامل الفراغات بلي غوزاس هادو صغيورين، خلاص لازم يكونوا صغيورين ماشي بلادوي هذيك الكبيره. نديرو هادو دي بتي غوزاس هادو، نعمر كامل الفراغات اللي بقاولي بهذه الطريقه حتى تتشكل معنا يعني لا فواتور تاعنا ولا السيارة ديالنا. هكذا كملت كامل الفراغات اللي بقاو لي، وانتوما الالوان اللي تحبوا يعني ماشي شرط هادو الالوان، يعني بالازرق والاحمر ثاني تجيكم بزاف شابه السيارة ديالكم. من بعد درت له يعني هادو العينين هكذا كما تعرفوا الاولاد الصغار يحبوا هادو الاشكال، درت له العينين ودرت له الفم يضحك كما راكم تشوفوا. حاجه بسيطه وتفرحوا بها اولادكم، ان شاء الله البنات تعجبكم. هذه هي السياره تاعي، حطيتها داخل الثلاجه في هاد يعني المرحله. لازم تكون في الثلاجه باش لاشونتي تاعكم تحكم كما تعرفوا، مع سخانه تدوب بسرعه. لازم غير تكملوها تحطوها في الثلاجه باش تحكم معاكم هذيك لاشونتي وتحكم يعني لا فام تاع السياره. جات بزاف شابه وبزاف عجباتو هاد السياره. بالنسبه للتحليه اللي درت في التحضيرات تاع العيد ميلاد، هنا حبيت ندير لهم كريم دي وشوكولا. عندي هنا شوكولا هذه اللي نديروها في الحليب، عندي كاس، عندي كاس تاع الشوكولا، يعني هذه الشوكولا عندها السكر. عندي نص كاس تاع المايزينا، كاس تاع غبرة الشوكولا، وعندي نص كاس تاع مايزينا، لترة تاع الحليب، وراح نزيد نص كاس تاع سكر الناعم. انتوما تقدروا ديروا السكر العادي، يعني ماشي شرط السكر الناعم. اللي تحب الحلاوة اكثر، اللي ما تحبش الحلاوة تكتفي بالشوكولا يعني بالبودرة الشوكولا. هكذا نخلطوها مليح بارد في بارد. من بعد رايحه نحطوها
فوق الفرنو ونعاود نحرك نحرك حتى تتقال معنا. يعني تحلية سهلة مهلة ما فيهاش كامل الصعوبات، وتجدوها بالخف، مليحة لأعياد ميلاد، مليحة للسهرات، مليحة يعني للصيف. خام ديساغ وشوكولا. هنا في لي بول ديالي ولا في لي غامكان تاوعي درت حبيبة تاع برينو. نتوما هذو اختياري، تحبوا ديروه كيما تحبوا ما ديروهش. انا ولادي يحبوا برينو داخل الفلان داخل الكريم ديسير، وعمرت لي غامكان التوعي كيما راكم تشوفوا. من بعد زينتهم بهذو لي غوفخات كيما راكم تشوفوا هنا تاع الشوكولا. يعني هذا اختياري، نتوما تزينوا كيما تحبوا، تقدروا ترابيو شوكولا من فوق ولا كاوكاو ولا حاجه اللي عندكم في البيت، ماشي شرط هذا. وزينتو بالسكر كريستال كيما راكم تشوفوا، بقى لي غير شويه وزينت بهم. من بعد دخلت البنات للثلاجه هكذا باش يجمد معانا ويبرد تماما. من بعد رايحه نحطو في طاوله العيد ميلاد وليدي. هذه هي الطاوله تاعي يعني تاع العيد ميلاد، ان شاء الله تعجبكم. بعد ما بردت التحليه تاعي حطيتها فوق الطبله، وحطيت العصير وحضرت الحلوى، ودرت له كما قلت لكم تورتة رقم ثلاثة على شكل رقم ثلاثة. رايحة نديرها لكم فيديو وحده البنات هكذا باش تشوفوا كامل التفاصيل، كيفاش حولت الكيكة ديالي بدون مول، كيفاش حولته إلى ثلاثة في فيديو المقبل إن شاء الله. هكذا باش ما يجيكمش الفيديو بزاف طويل، يعني قسمته على زوج بهذه الطريقه. ولا تخت ديالي تاع السياره راهي واجده فوق الطابله. وحطيت تاني الحلويات اللي حضرتهم معاكم في العيد، يعني الحلويات اللي بقاو لي حطيتهم في طاوله العيد الميلاد، والحلوى تاني والعصائر كلش راه واجد فوق الطابله. والمعروضين جاو غير اللي يسكنوا معايا، جات سلفتي وبناتها ولوسي، درنا له حفله خفيفه ظريفه، درنا قاعده هايله. يعني كما تعرفوا واحد ما يقدر يجي لعندنا ولا نروحوا ليهم، على هذه درنا حنا في حنا. هذه هي المهم يفرح به وليدي هذا مكان، يعني فرح وكل جاتو ربي يخليه ليا رب العالمين. العقوبه لولادكم ان شاء الله. هذه هي تورتة السيارة، إن شاء الله تعجبكم البنات وتجربوها لولادكم، تفرحوا بها ولادكم. يعني حاجة بسيطة ما فيهاش بزاف صعوبات، نجيب لكم في الأفكار البسيطة إن شاء الله تستفادوا منها. بالنسبة للتورتة الثلاثة رايحة نديرها لكم فيديو واحد آخر في الفيديو المقبل إن شاء الله. كريم ديساغ كما راكم تشوفوا جا بزاف بنين وهايل، إن شاء الله تاني هو تجربوه وتردوا لي بالخبر. والهدية تاع وليدي جابها له باباه ربي يخليه لنا ان شاء الله، يعني فرح بها وعجباته هاد السيارة. ان شاء الله البنات الفيديو تاع اليوم ينال رضاكم وتاخذوا افكار لولادكم. ما بقى لي غير نقولكم ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم، وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة للموت عليها. والى الملتقى مع فيديوهات واحد اخرين ان شاء الله. سلام.